معنا واحد ساكنة من دوار أمس مليل اللي مشات له الدار ديالو بالكامل. ذكرنا بالاسم ديالك الاخ، شنو الاسم ديالك؟ حسين الوهادي. السي الحسين، وصف لي هذا النار هذه وهذه العافيه كيفاش جات بعدك في الاول وكيفاش كانت؟ هذه العافيه هذه قامت بتزية. نعم. الجهه تزية. ما جات يا سيدي ساعة حتى كانت يا سيدي فمسملي. نعم. ما جات ربع ساعة أخرى حتى كانت يا سيدي بوشرواش. أنا مشات لي الدار، مشاو لي الكسيبة، مشات لي يا سيدي التريكة ديالي كاملة، بقيت القعدة. ولادي راه مع مترشين. وما كاينش شي واحد وصل عندي من الدار أو قال لي شي مشى لك وكيف جرى لك وكم مشات لك شي كسيبة، كم مشات ما جانا عندنا لا صحابة ولا حتى شي واحد. لا رجال المطافي ولا حتى واحد. مرة نهائيا ما شفناش شي واحد أو جا شي واحد تكلم معايا من الآن. بالنسبة للمساعدات كان كاينة شي مساعدات ولا والو؟ ما كاينة مساعدة ولا والو. أنا والعوا والهيدا يا سيدي حتى هذا الطفل عجينا نشوفو، ما جبرنا مجينا نشوفو كنقدو شي حاجة، ما جبرنا ما نقدو. شحال ديال الديار اللي مشاو هنايا؟ مشاو شي أربعة ديار مشاو. سمعنا كانوا ماتوا الناس عندكم هنايا في هذه المنطقة؟ المنطقة في دار الحيط ماتوا جوج الناس. جوج الناس ومشات لما عاود حتى هما عاود مشات لما الكسيبة مشاو لما الدجاج مشا لما كل شيء بحالنا حنا عاود. دابا أنت شنو المصير ديالك؟ ما بقالك فين تسكن؟ فين تكون؟ بقالي فين نسكن؟ ما عندي فين نسكن. أنت لا تشوف يا سيدي الدنيا كلها محروقة، ما بقالي ما نشوف عا فوق مني الجبل فوق مني يا سيدي تحال. ما بقالي فين باش نسكن؟ ما بقاليش فين نسكن. ولادي مترشين كل واحد وفينو. عندي شي ذكورة كبيرة ان كل واحد وفين مشى. مرة وصلت انا عندي ماها خبع معي ماها، انا باقي عام تلش جالس مرة نبات مع هذا مرة وانا ماشي. وما كاينش شي واحد شي مسؤول عام سيدي يجي يقول لك شي مشى لك او شني هذه او انتبه او ينتظروا فينا، وحنا ناس دلاوج لا خدمة لا رزمة. جالسين هذه ما نعقلش انا كخمس شهور كشهور ضربة واحدة. الصحافه ما جاوش عندكم؟ الصحافه لا والو، ما دخلوش عندنا الصحافه. انا ما جاوش عندي لا صحافه ولا والو، ما دخلوش الصحافه مره. هذا المقطع هذا ما يدخلوش نيالو الصحافه. اذا صوره من شي مقطع ما نعرف. اما هنا ما ماشي جو سقصونا او ادخرنا مع شي صحافي. ما ادخرنا حتى مع واحد. ما بعد واحد ما ادخرت حتى مع شي صحافي. ما شفتي ما وصلوش عندي مره. يعني المهم احنا من سيد ودائما منسي نحن. هذا شهر مسملين منسي اللي وقع فيه صافي. عايده شي اذا كاين شي حاجه هذا المياه والغابه ولا شي حاجه مشيت تتسع شي عليقه من قدام الدار ديالك يجي يطبق عليك القانون صافي. قيلك بروسي وخليك طالع ولي. احنا عندنا الثقه ديالنا في المحسنين والمحسنات اللي كيساعدوا الناس. شنو تبغي الطلب ديالك تقولوا باش نوصلوه لك؟ وانا الطلب ديالي الله يجازيهم يعاونونني وجه الله، ما فيها لا طمع لا تحرميات. وحنا اولياء هم اللي يشوفونا يا سيدي ويجوا يشوفوا احتراقنا مشنا كل شيء. ما بقاش انا كيف خلقت وليت كيف خلقت صافي. ما بقى لي من لاين هذيك ولادي مترشين وانا هنا مترش. انا عطايش مع الناس. اخر كلمه ديالك السي الحسين؟ انا لا نطلب جلاله الملك الله ينصره، لا نطلب له الشفاء العاجل ولا نطلب يتنظروا مننا. احنا مسيبين ما كانش اللي ينتبه فينا مره نهائيا. انا ما جان عندي حتى شي واحد. وعاش الملك. انا ماشي وصل عندي لا صحافي ولا شي واحد قال لي شي احتراق لك او الله يكون في العون. حتى الله يكون في العون ما جاش يقول لي شي واحد. ها هو وصل عندك اليونسي وصل عندك الشعب الرقيق، شنو تقول لهم؟ والله يجازيهم بخير المحسنين فيما كان شي محسن اللي يخدم من هذا المواطنين هذا المساكين هذا الدراويش اللي يوالوا على الدراويش. الله يجازيهم بخير. نطلبوا منهم الله تعالى وتبارك يسر الامور ديالهم. شكرا شكرا وكنشكرك جزيل الشكر. هذا اللي كنطلبوا.